وقال العلماء سمي جبل أحد بأحد قالوا لتوحده بين تلك الجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد هو جبل يحبنا ونحبه. الإنسان قد يستغرب كيف الجبل بحب الإنسان، ممكن الإنسان يكون بحب الجبل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أحد لأن هذا الجبل يذكره بقرب أهله في السفر، لما يكون مسافر جاي راجع على المدينة، لما يقرب من المدينة بينظر إلى جبل أحد، أول ما يشوف جبل أحد بيبشر بقرب أهله، فكان يحب هذا الجبل. لكن قال ويحبنا، كيف الجبل يحب الإنسان؟ وهل الجبل له عاطفة يحب؟ العلماء قالوا أثبت الله سبحانه وتعالى لبعض الجمادات شيئا من صفات الأحياء، عشان كده في هذا العلماء قالوا رد على القائلين بالمجاز، الناس اللي بيقول لك لا بد من المجاز في القرآن وفي السنة أو في اللغة، ما نحتاج للمجاز. يقول لك طيب كيف؟ والله تبارك وتعالى يقول فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار يريد؟ يقول لك لا ده مجاز، الجدار ما بيريد. لا، جدار يريد، ربنا قال يريد خلاص يريد. كما قال تعالى عن الجبال قال منها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط. أها، من شنو؟ من خشية الله. طيب الجبل يخشى الله؟ منها ما يهبط من خشية الله. فهنا جبل أحد قال جبل يحبنا ونحبه. المعركة دارت عند هذا الجبل، وسبب هذه الغزوة أن المشركين لما وتروا، لما ضربوا في صناديد قريش يوم بدر، قتل كما ذكرنا المرة الفائتة، قتل صناديد قريش، منهم عتبة ابن ربيعة اللي هو اسمه أبو الوليد اللي نزلت فيه الآيات من سورة المدثر، وشيبة أخوه، وولد الوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وأبو الحكم ابن هشام أبو جهل، ومجموعة من صناديد قريش، ده سادات قريش، قتلوا يوم بدر. وأفلتت العير، القافلة المحملة أفلتت ورجعت مكة. بعد ذلك تجمع مجموعة من سادات مكة ممن فقدوا آباءهم وإخوانهم، كصفوان بن أمية بن خلف. صفوان كان الوقت ذاك مشرك، أسلم بعد ذاك بعد فتح مكة، كويس. وعكرمة ابن أبي جهل مات أبوه، ومجموعة مشوا لكبار قريش. قالوا تعلمون أنكم وترتم، وترتم وأصبتم في بدر، فدائنكم تدون القافلة ألفية المال بتاعكم وتدفعوا من مالكم تاني كمان عشان يجهزوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. القافلة اللي نجت نجبها أبو سفيان دي كلها حولوها لدعم للحرب الجديدة، وتجهزت قريش ومعهم بنو كنانة ومعهم الأحابيش. الأحابيش ديل من بني كنانة، مش هم الأحباش، في فرق بين الأحابيش والأحباش. الأحباش هم المعروفون، كويس، الأحباش براهم اللي منهم النجاشي ومنهم ومنهم، كويس. لكن الأحابيش هم من قريش من العرب،
وكانوا أيضا من حلفاء قريش ومعهم مجموعة من القبائل، تجهزوا في 3000 ومعهم 100 فرس، وخرجوا في عدة كبيرة جدا، كما قال ابن كثير قال: خرجت قريش بحدها وحديدها وقبائلها وأحابيشها. الناس دي جاهزين وأعدوا إعداد تم سنة كاملة. نحن قلنا غزوة بدر كانت بتين في رمضان صح؟ سنة 2 من الهجرة. الناس اللي انتظروا سنة كاملة لحد شوال سنة 3 من الهجرة، دي سنة وشهر بتجهزوا بس. خرجوا، لما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش قال: إني رأيت في المنام رؤيا. وطبعا يا أخواننا رؤيا الأنبياء ليس كرؤية بقية الناس أو رؤيا بقية الناس، رؤيا الأنبياء حق ووحي. قال: رأيت رؤيا، رأيت أن في ذبابة سيفي ثلما، الثلما الكسر يعني. قال: فأولته بمصيبة، بتحصل فيها مصيبة. قال: ورأيت بقرا تذبح. قال: فأولته بما يذبح أو بما يموت من الطرفين. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، يعني اتحصنت. قال: وهي المدينة. قال: أنا رأيه أقاتل من داخل المدينة. وبنوا جدران المدينة فوق، بقت الجدران عالية شبه حصن كده، قاتل من داخل المدينة كويس، فما يخرج لهم برا كويس. قال: ورأيت أنه يقتل كبش القبيلة. فالمهم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم خلاصته إنه في ناس بيموتوا من الصحابة، ومفترض يتحصن بالمدينة، يقاتل داخل المدينة، وأيضا في مصيبتين بتقع عليه. وتأويل الرؤيا: ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من مقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في جسده من الضرب، حجينا بعد شوية ونعرف التفاصيل. طيب الوقت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة وقال لهم: يا أخي أنا أرى أن نقاتلهم من داخل المدينة. والغريبة ابن سلول منافق كان يرى هذا الرأي، بيرى برضو أنه يقاتل من داخل المدينة ما يطلع برا، ولكن ظهر رأي آخر من الصحابة: من لم يدركوا بدرا وعرفوا الفضيلة في القتال وأرادوا الشهادة. الناس اللي ما أدركوا بدر فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعنا نلقى عدونا. دارين يلقوا العدو شان ينالهم ما ينال من الشهادة والظفر. حتى قال حمزة: والله لنجالدنهم، نخرج لهم ونجالدهم. طيب الصحابة بيجوا بيقولوا الكلام ده بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة، بعد ما صلى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامته، لامة الحرب، وتجهز ولبس درعه وتجهز للحرب. لما خرج الصحابة اللي قالوا الرأي ده قالوا: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد. النبي صلى الله عليه وسلم ما دار يطلع، دار يقاتل داخل المدينة. قال له: يا رسول الله خلاص نحن قبلنا، ما تطلع،
وناخد برايك انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كان لنبي ان يضع لامته بعد ان وضعها او بعد ان لبسها. قال له ما ممكن بعد ما جهز النبي للحرب ارجع ثاني عنها. قال حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال لهم بس نطلع بعده ثاني ما فرج عليه ورا. تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وخرجوا وليس معهم فرس واحد، فرس واحد ما معهم. مرقوا في 1000 مقاتل، الكفار 3000، الصحابة 1000 مقاتل. لما طلعوا في الطريق ظهر نزاع من قبل المنافقين. منافقين ما كانوا قاعدين في الجيش، ويا اخوانا المنافقين ده انت ما تخيل 3 انفار ولا 8، تقول ديل خلي كوركوسا يفوتوا ما في حاجه. المنافقون 300 300. اول ما طلعوا برا ابن سلول بقى يحتال. قال انا قلت له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قلت له نقاتل في المدينه وما نطلع. فسمع راي هؤلاء، يعني سمع رأي الصحابة ورفض رأيي، فرجع ومن معه من المنافقين 300. تخيل معي انت مارق لحرب والعدو خلاص قرب، وكون في جماعة جوا مجارمة دار يخزلوك، 300 وروا رجعوا كلهم في وقت عصيب زي ده. تبعهم صحابي جليل عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر ابن عبد الله ابن حرام من شهداء احد، اتكلم معهم وكانوا من قومه ونصحهم قال لهم لا تخذلوا نبيكم وقد حضر القتال والكفار قدامنا، كيف تخذلوا النبي؟ كان يظن انه من المؤمنين. لكن بعد ذاك تبين لهم، قالوا له لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال له ما في قتال ذاته يا اخي، انتم ماشيين على شنو؟ احنا ما في اي قتال، امشوا ساي حتمشوا وتجوا راجعين، ما في قتال. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كويس؟ زعل منهم جدا. قال لهم اذهبوا ابعدكم الله واخزاكم. روحوا قال لهم الله لا عادكم. ورجع عبد الله بن حرام، كان رجلا مسنا كبير في السن، ومعه صديقه عمرو بن الجموح كبير في السن، وديل اصدقاء مع بعض. ومن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الاثنين استشهدوا في يوم احد، والنبي صلى الله عليه وسلم من وفائه ان دفنهما الاثنين مع بعض لانهم اصدقاء، قال ادفنوهم الاثنين مع بعض. عموما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولقي المشركين قرب جبل أحد. الخطة العسكرية النبي صلى الله عليه وسلم عين مجموعة من الرماة 50، وجعل إمرتهم عند رجل يسمى عبد الله ابن جبير صحابي، وكان معلما بالابيض لابس ابيض، ده الامير بتاعهم. وقفوا عند الجبل وظهر الجيش للجبل يعني من وراه. كويس؟ خلى المدينه خلفه وواجه الجيش. كويس؟ والرماة بقوا عند الجبل عشان جيش المشركين ما يجي وراهم. وقال له انضح القوم عنا بالنبل، من بعيد اضربهم بالنبال. كويس؟ قال ولا تنزلوا معنا وان رايتمونا ظفرنا حتى لو انتصرنا. قال لهم ما تنزلوا معنا بس في مكانكم ده. 50 من الرماة ديل بيجوا بينضحوا الناس بالنبال من بعيد. قدر ما حاول جيش المشركين يدخل من خلالهم بالخلف، كويس؟ ما قدر. طيب
الحصل شنو في بداية المعركة؟ انتصر المسلمون وقتل جميع حملة اللواء من الكفار، كلهم قتلهم. واللواء الكفار كان عند بني عبد الدار، كويس. طبعا أبو سفيان ده قائد المشركين، زول محنك جدا. لما دار يحمس بني عبد الدار على القتال مشى لهم، قال يا بنو عبد الدار تعلمون ما أصابنا يوم بدر، انتوا عارفين اللي حصل، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، فإن سقطت هزموا. أصدق لهم الناس في الحرب ده مع الراية بتاعتهم، لو رايتهم دي حاملة زول قوي مسك الراية تمام الناس معاه، لو انهزم الناس بينهزموا. قال لهم إن شئتم كفيناكموه، خلوا لنا، طب إذا ما بتقدروا عليه اللواء ده خلوا لنا. فغضبوا طبعا العرب فيهم الشجاعة، ما جيب له كلام زي ده. قالوا ستنظر ما نصنع يوم غد، انت بتشوف شغلنا احنا بكرة كيف. الناس يا اخواننا عرب حتى الما مسلمين منهم، الناس فيهم شجاعة عجيبة. خلاص بنو عبد الدار حملة اللواء ماتوا عن آخرهم كلهم، اللواء بيحملوا ده بيموت بيجي بشيله الثاني، بيموت بيجي بشيله الثاني كلهم، لحد ما حمل اللواء أحد المماليك من بني عبد الدار فقطعت يداه، قطعوا له يدين الاثنين ماسك اللواء، فاحتضن ضديه قطعوا راسه، ما في بقى راجل فيهم. فحملت اللواء عمرة بنت الحارث، بعد ذاك حسان بن ثابت طلع فيهم أبيات زم فيها كفار قريش، قال لهم لواكم رفع المرة تحت لواء الحارثية، شايلوا مرة كويس لأنه ماتوا عن آخرهم. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أكثر من قتل من حملة اللواء، أول واحد منهم اسمه عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار قتلوا حمزة بن عبد المطلب، كويس. لما قتله وحشي بيحكي، وحشي هو الذي قتل حمزة، اسمه أبو لقب أبو دسمة، وحشي ابن حرب، بيحكي بعد ذاك بعد زمن كيف قتل حمزة. قال نظرت إلى حمزة ولا أجد له مثالا إلا الجمل الأورق، الجمل الأورق ده الجمل المليان غبار من شدة غبار المعركة، قال يهد الناس هدا، بهد في الناس زي دول بهد اللي في حيطة. قال فلقيه عثمان بن أبي طلحة حامل اللواء فقتله، ثم عرض عليه سباع ابن عبد العزى الغبشاني، سباع ده برضو كافر منهم، أمه اسمها أم أنمار، أم أنمار دي كانت ختانة في مكة بتطهر البنات، كويس. قال فأقبل عليه سباع، قال تعالى يا سباع يا ابن مقطعة البزور، قال فضربه بالسيف كأنه أخطأه، زي جلّه زي جلّ راسه، قطع راسه بسرعة ما عادية. بعد ذاك وحشي قال فهززت حربتي، عنده حربة وكان قويا في الضرب حريف كويس، واصلا اللي دفع وحشي لقتل حمزه الناس بيقولوا هند بنت عتبه، لكن ده مو صحيح. الذي دفعه جبير ابن مطعم، لانه حمزه قتل عمه طعيمة ابن عدي، قتلوا يوم بدر، فبقى جبير بن مطعم ناقم عليه، ووحشي اصلا غلام بتاع جبير بن مطعم كان غلامه، فدفعه الى قتل حمزه، قال له لو قتلت حمزه انت حر،
قال وليس لي رغبة في القتال، ما عندي شغلة مع الناس البقية ولا بعين لزول تاني ذاته، بس غرضه في حمزة. قال فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها في سنته، السنة أسفل البطن. قال قد حتى خرجت من بين فخذيه. قال فأقبل علي، شوف بالله قوة حمزة، بقى ماشي عليه كويس. قال فلم يستطع، ما خلاص الضربة صعبة جدا. قال فانتظرته حتى مات، فأخذت الحربة ثم انطلقت فخرجت، مرق من المعركة خلاص. تاني ما عنده غرض في القتال، غرضه يقتل حمزة عشان يحرر نفسه بس. فخرج من القتال، لكن يا اخواننا سبحان الله، مع انه وحشي فعل هذا، وبعد ذلك علم ان الاسلام يجب ما قبله. شوف الموقف ده عجيب كيف، زول يقتل حمزة بن عبد المطلب، وكان يقال حمزة يقال عنه في السماء أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. كويس، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء شافه مقتولا قال ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، ما في حاجة أغيظ علي من موت حمزة. كويس، ما عدا وحشي بعد الزمن كلموه قالوا إن محمدا يقبل ويعفو، ما عدا كله ولا بيعفو عنك، أمسي له وأعلن إسلامك. فجاء وأعلن إسلامه وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة. بعد ذاك وحشي كان حريصا على أن يكفر عن ما فعله في شأن حمزة بأن يقتل رأسا من رؤوس الكفر. فلما كانت وقعة اليمامة، يوم اليمامة حرص وحشي وشال نفس الحرب التي قتل بها حمزة، وحرص على قتل رأس الكفر مسيلم الكذاب الذي كذب النبي عليه الصلاة والسلام وادعى النبوة، وعمل نفس العملة ديك بنفس حربة وضربه، لكن سبقوا لمقتل لمقتل ده اسمه مسيلمة، مسيلمة الكذاب. أول ما هو طعنه ورماه طوالي هجم عليه أبو دجانة، وده بعد شوية حيلاقينا الكلام بتاع أبو دجانة وما فعله والبسالة والشجاعة بتاعته، شيء عجيب. كويس، بلاقينا بعد شوية لحقوا أبو دجانة، هو اللي تم مسيلمة، في باقي روح تمه أبو دجانة، لكن اللي قتله هو وحشي ابن حرب أبو دسم. عموما قلنا في الأول الحرب دارت وحملة اللواء قتل منهم حمزة مجموعة، منهم واحد ثاني خرج إلى القتال اسمه لعله طلحة ابن عثمان، وكان مجهزا زول جسيم وجاهز للقتال، مرق برا قال من يبارز؟ قال فأحجم الناس عنه، زول جاهز وشرس جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يخرج إليه أحد لخرجت إليه أنا. فخرج إليه الزبير بن العوام قيل من غير سيف، ولا سيف ما شايله. والله الناس، والله الصحابة يا إخواننا فيهم الناس، والله فيهم رجالة عجيبة خلاص. زول جاهز مدجج بالحديد ودروع وشايل سيف وشنو ما عارف، مرق له ساي. قالوا فاقتحم معه في الجمل، نط معه في الجمل بتاعه فوق ونزل به إلى الأرض، طلع معه فوق ونزل به الواطة وذبحه بسيفه، بس سيفه شاله ذاك ذاته ذبحه به. الزبير بن العوام ده أصلا أم صفية، عشان تعرف الصحابة ديل سبحان الله فيهم ناس ورثوا الشجاعة إرثا. أم صفية رضي الله عنها لما كان صغير أكان بتوديه مع خاله حمزة بن عبد المطلب، صغير بتقول أطلع أمشي الصيد معهم، أنت الصيد قايل لهم بيصيدوا أرانب ولا قمري؟ الصيد بيصيد الأسود،
ده نظام حمزة كده. عشان كده مثل حمزة وعلي بن أبي طالب دين من أسرة واحدة، والزبير بن العوام ما كان لأحد أن يقتلهم إلا غدرا. ما في فارس بيقدر عليهم كده، عادين نزال ما بيقدروا عليهم. الثلاثة قتلوا غدرا، مغدورين الثلاثة. أما الزبير في معركة الجمل قتل غدرا، وعلي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم غدرا، وحمزة قتله وحشي غدرا. الثلاثة مغدورين، لكن رجالة كده ما في زول قاوم كويس بتقول له أمشي معاه مع حمزة للصيد. قالت لما بعض الناس قال لها انت بتطلعيه صغير كده ما بيقدر، قالت اريده كي يلب ويهزم الجيش وياتي بالسلب. السلب الغنائم يعني، داره وينجط. اصلا احنا طبعا في بلدنا دي الواحده داسه ولادتها لجوه، تفتح لهم التلفزيون يحضروا في سبستون وشنو ما عارف، والواحد ما قدر تمر قول برا ده ما بيبقى راجل، خليه يمرق برا ويتعلم الرجولة وتعلم الشهامة والصدق وصفات الفحولة. مش يبقى زي النسوان يا أخي، الراجل ما يربو زي الحريم قاعد في البيت قافلينه، ده ما يبقى راجل، لأنه ده لما يبقى كبير في السن بيقعد يلعب لك زي الصبيان الصغار ويخاف زي إخواته، ولو حصل أي شيء بتدسه بوراك، ده ما بينفع. الراجل يتربى راجل كويس. الزبير ابن العوام طلع عليه فوق في الجمل، جابوا الواطة وضبحوا كويس. في أول المعركة دالت على المشركين، عشان كده ابن عباس كان بيقول من يرى أن يوم أحد كان يوم هزيمة بيني وبينه كتاب الله، لأنه ربنا قال استحسونهم بإذنه، تحسونهم والحس القتل في الأول قتلوهم، لكن بعد ذاك حدث أمر يا أخواننا عجيب. الصحابة الرماة اللي قلناهم قبيل في الجبل لما شافوا المعركة ووجهة المعركة، حتى فرت نساء قريش وفر الرجال. أحد الرواة قال لكأني أنظر إلى نساء قريش بارزة سوقهن. الواحدة رفعت هدومها لفوق وجارية في الجبل فروا كويس، مع أنه في الأول كانوا بيحمسوا الرجال على القتال. هند بنت عتبة ابن ربيعة دي قلنا قتل أبوها وأخوها وعمها، وكانت ناقمة وغضبانة جدا، كانت تحمس الرجال حمسا على القتال، تحمسهم تقول يا بني عبد الدار يا حماة الأدبار ضربا بكل بتار، تحمس في الناس على القتال. تقول إن تقدموا نعانق، يعني لو ترموا قدام تقاتلوا، إن تقدموا نعانق ونفرش النمارق، وإن ترجعوا نفارق فراق غير وامق. الوامق المحب، قلت لهم والله ترجعوا لورا نفارقكم فراق غير وامق، غير محب، ما عندنا معكم أي شيء ثاني، بس كديتوا أبقوا زي النسوان وارجعوا لورا. بتحمس في الرجال، لكن في الأول لما شافوا الضرب والقتل هربوا. اللي حصل الرماة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تنزلوا، قاموا شافوا القتال وهروب المشركين، قالوا ننزل نجمع الغنائم. بعضهم ورئيسهم أو أميرهم عبد الله بن جبير قال لهم ما تنزلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تبرحوا مكانكم. أها، قاموا بعضهم نزلوا. شوف ربنا قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. معصية الرماة كانت سببا في تحول النصر إلى هزيمة.
ولا يا اخوانا الامه دي لو دارت تنتصر. النصر يا اخوانا ليس بكثره العده فقط، ما بعده كثيره، النصر بنصر الله، الامه ترجع لله. لكن اذا كان الليله نحن والكفار سوا في اخلاقنا، انتبه معي، سوا في الكذب في اللسان، سوا في معصية الله، سوا حتى في العقيدة عند كثير من الناس، عقيدتهم هي عقيدة المشركين، طيب كيف نقاتلهم؟ إذا استوينا في العقيدة واستوينا في الأخلاق واستوينا في المعاملة بعدها ينتصر علينا الكفار، لأنه نحن أصلا بننتصر بشنو؟ بننتصر بعقيدتنا وإيماننا. أول ما فقدنا إيماننا هينتصروا علينا هم. إذا كان نحن عندنا في الحروبات الليلة حرب بين مسلمين وبين كفار، تلقى المسلمين مدججين بالحجابات، الحجاب بتاع الورق، اكتبوا الفقير والفقير وشنو ما عارف، اكتبوا لهم أوراق تنصرهم في الحرب. ننتصر كيف نحن؟ ودي عقائد المشركين. ما ينتصر المسلم إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما جاء يوم اليمامة وكان من الناس المع الصحابة، ما كلهم صحابة، الجيش زي 10,000، ال10,000 دول فيهم 2,000 بس صحابة، الباقي ما صحابة. وحدث منهم ما حدث، بعض الصحابة قالوا للقائد خالد بن الوليد، قالوا أخلصنا يا خالد، نقينا، خلينا برانا بس، نحن صحابة برانا كويس؟ عزلهم، بقى الصحابة وراهم، لأن الصحابة فيهم صدق وتقوى وإيمان ما يوجد عند غيرهم كويس؟ 2,000 تخيل معي، هجموا على بني حنيفة 100,000، تخيل دي نسبة كم لكم؟ 2,000 مع 100,000، دي نسبة كبيرة جدا كويس؟ قال الراوي ففر بنو حنيفة أجمعون، كلهم فروا 2,000 بس، لأنه يا أخوانا قوة الجندي في قوة عقيدته. ما تتخيل القوة دي، ها؟ قوة بتاعت بس سلاح وعدة وكده، قوة عقيدة يا أخوانا. الصحابة كان منتصر بقوة العقيدة، لكن إحنا الليلة العقيدة بتاعتنا بقد عندنا في ديار المسلمين مشكلة، في كثير الآن من مساجد المسلمين لو جيت تكلمت لهم عن مظاهر الشرك قلت لهم الحجابات دي من الشرك ودعاء الموتى والمقبورين ده من الشرك ومبجوز، المسلمين بيشاكلوك، ما رضيانين، ما الكفار، المسلمين يقاتلوا عن عقيدة المشركين، ها؟ عقيدة التوسل بالموتى وده ده عقيدة المشركين ما عقيدة المسلمين كويس؟ عشان كده لما الرماة رضي الله عنهم نزلوا، خالد بن الوليد كان في جيش المشركين وكان على رأس الخيالة، طوالي بالكتيبة بتاعته لفة ودور حول الجيش وجل المسلمين بوراهم، وما هجم على المسلمين إنما ضربهم بالنبال من بعيد والرماح بس، بقى يضرب فيهم من بعيد، اختلط المسلمون وضج الناس حتى بقى يقتل بعضهم بعضا. حذيفة بن اليمان أبوه اليمان صحابي كان ورا الجيش مع النساء لأنه كبير في السن ما يقدر على القتال، بعد ذاك قام جاء راجع دخل على الجيش، لما الأمر اختلط قتله المسلمون لأن الأمر جات واختلطت الصفوف كويس، بعد ذاك وقع القتل في صفوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قتل من المسلمين 70 رجلا، 70 من المسلمين، منهم 4 فقط من المهاجرين و66 من الأنصار. كان ممن قتل مصعب بن عمير من بني عبد الدار،
ولاحظ من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المشركين هناك أصلا لواء مع بني عبد الدار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء لعلي بن أبي طالب. لما شاف ذلك لواء عند بني عبد الدار شال اللواء من علي بن أبي طالب، أداه لمصعب بن عمير لأنه من بني عبد الدار. قال: نحن أولى بالوفاء منهم، هم ما أعظم مننا وفاء، نحن أولى بالوفاء منهم. شال اللواء أداه لمصعب بن عمير، كان حامل لواء المسلمين يوم أحد. مصعب بن عمير كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الرجل اللي قتله اسمه ابن قمئة. ده لما جاء وكان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرب منه ضرب مصعب بن عمير فقتله، فجعل يصيح: قتلت محمدا، قتلت محمدا، لأنه مصعب بن عمير كان بيشبهه، بقى بيصيح في الناس إنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام. كويس، الحرب دارت. قتل أيضا من الصحابة عبد الله بن جحش من المهاجرين، قتل حمزة ابن عبد المطلب، وقتل مجموعة كبيرة من الأنصار، وكانوا صبورين على القتال. بعد ذاك أشيع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. الخبر اللي أشاعه ابن قمئة وأشاعه إبليس. إبليس قاعد يصيح: قتل محمد، قتل محمد. الوقت ذاك يا اخواننا لاحظوا معي، المعركة دارت على الصحابة، والقتل في صفوف الصحابة، والمثلى، المثلى يقطعوا الأذان ويقطعوا النخرة، كويس، يمثلوا بالصحابة، يشرطوا البطن. نساء المشركين تمثل بالصحابة، يقطعوا كده ويمزقوا. في الوقت ذاك أشيع الخبر قالوا: قتل محمد. طبعا دي ضربة نفسية عظيمة جدا. والسبب شنو؟ السبب انه في اثنين، ابن قمئة ده اللي قلناه، وواحد ثاني اسمه عتبة ابن ابي وقاص، ده اخو منو؟ اخو منو؟ اخو سعد ابن ابي وقاص. كويس؟ عتبة ابن ابي وقاص ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في شفته فجرح فمه وكسر رباعيته، السنة الرابعة دي كسرها بحجر من بعيد. وابن قمئة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى الطاقية اللابسة في أسنان بتحد، دخلت اثنين من أسنان المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت ذاك والله دي مواقف يا اخواننا عجيبة جدا. عشان كده العلماء قالوا: ما في معركة فيها فوائد وعظات كثيرة زي معركة أحد دي. شوف الموقف ده يا اخواننا فيه عظات عجيبة. أولا، لو كان في زول يا اخواننا زي ما عند الناس اليوم من العقائد يقول لك اكتب ورقة تحميه وتحرسه من القتل ومن الضرب، الورقة دي ما كان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام ضربوه في وشه وفي وجنته وكسرت رباعيته سنه حتى كاد أن يغشى عليه عليه الصلاة والسلام. كويس، في الوقت ذاك الصحابة كثير منهم كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بعيدين. أول زول رجع واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لما رجع كان يقول، كان بيحكي بعد زمن في الحدث ذا، قال الراوي قال: إذا ذكر لأبي بكر يوم بدر كان يبكي ويقول: هذا يوم لطلحة. قال ده يوم حق طلحة ابن عبيد الله، كله ذا طلحة كان واقف كويس قدام النبي صلى الله عليه وسلم
ويحميه بصدره ويصد الرماح بصدره والسيوف بيده. فدول يا اخوانا برجع له سيف بيده، السيف برجع بيده، والرماح بصدره، بيحمي في النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ناس ضربوا رسولهم، كيف يفلحوا؟ يتكلم عن قريش. سعد بن أبي وقاص قال: كنت حريصا على قتل عتبة بن أبي وقاص. عتبة ده شنو؟ أخوه. قال: أكثر زول أنا حريص عليه أقتله عتبة ده ابن أبي وقاص، بس حريص أقتل زول ده بالذات. قال: ولكن تركته. تركه ليه؟ قال: كفاني فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه معلومتين بس، قال: تعس أو قبح الله رجلا أدمى رسول الله. دي نمرة واحد، ده أموره بايظة. قال: ودعا الله عليه أن يموت قبل الحول. قال: إن شاء الله يموت قبل الحول. وفعلا مات، ما تم سنة مات. كفاه في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، خلاه قال، لأنه دعا له، ده زول مخزول. قال: وكان سيئا سيء الخلق مبغوضا إلى قومه. ده اللي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مضروب، أبو بكر الصديق. قال: فأسرعت مشي مسرع عشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت رجلا يسرع الخطى أسرع مني، فإذا هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، أسنان المغفر الحديد جوا وش الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق قال: داير استخرج الحديد من وشه. قال: فقال أبو عبيدة: أستحلفك بحقي عليك، خلينا مرقننا. وأبى يطلعها بيده، قال: عشان ما تأذي النبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ ما أدري يطلعها بيده. قال: بقى يطلعها بأسنانه، بيمسك سنة المغفر، السنة جوا وش النبي صلى الله عليه وسلم، يمسكها بسنه بجرها عشان تطلع، بيطلعها وبتكسر سنه. اتكسر السن الأولى القدام دي، جاي يطلع الثانية، انكسر السن الثانية القدام. قال أبو بكر الصديق: وكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما. الهتم ده زول السنين القدام ديل ما فيشات، كان أوجه الناس لأنه سنينه ديل. فده بين النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخوانا شوف الصحابة بتعظيم ده وحبهم ده للنبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد الليلة ويقول لك: والله نحن بنحب الرسول. تحبه أكثر من الصحابة؟ أسيت بتسوي زي ده؟ زي ده تقدر تسويه؟ بسنونك يا أخي، بس ترفقا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطلعها بيده، ممكن يسلها بيده كده ده، لكن قال: لا، طلعها بالراحة عشان ما تأذيه بسنه، يتكسر سنونه في ده النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشكلة. يا ناس شوفوا الشغل ده كيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتخيل معي بيطلعوا له في الحديد ده من وشه، يقول لهم: عليكم بأخيكم، أمشوا أمشوا ألحقوا طلحة. طلحة صد له سيف في يده. قال: فقطعت أنامله، صار عينه تقطعت، صد السيف كده ده. فقال: حس حرقته. ست لما تضربك حاجة كده بتحرقك. قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. اتقطعت أصابعه. حتى لما جاء يوم بيعة علي، مشى بايع علي بن أبي طالب ويده مشلولة. بعض المجرمين من المخزولين قالوا: كيف يبايع ويده شلاء؟ قالوا لهم: كيف بكم بيد شلت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي تقال مشلولة في محل بتاع مريسة، دي شلت سيف على النبي صلى الله عليه وسلم، صد بيده كده ده. كويس؟ عنده بنتين واثنين، واحدة اسمها عائشة وأم إسحاق، قالتا: جرح أبونا يوم أحد 29 جرحا. عليك الله ستة، لو انجرحت جرحة واحدة بتقدر تصبر تاني؟ كده جرب يوم جرحة واحدة بس في أصبعك تعب، تلقى واحد راقد يقول لك: ودوني مستشفى ما تعرف وين، رويال كير،
وشنو ما عارف. جرحة واحدة يا زول 24 جرحة وواقع طلحة في الأرض، مشوا رفعوه الصحابة. أنت عارف واقع؟ لأنه كان صاعد على الجبل شايل النبي صلى الله عليه وسلم في فوق، شايله يخطوا مسافة ويرجع بقاتل. المشركين كتيبة بقاتل فيهم براو، معه 10 من الأنصار، أي واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يدفعهم عنا؟ ده يوم أحد. طلحة يقول أنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنت تأخر شوية. واحد من الأنصار يقول أنا، يقول لا أمشي. يقاتل الكتيبة يقتلوه، الثاني 10 كلهم كلهم ماتوا، فضل طلحة براو بقى. بيشيل النبي صلى الله عليه وسلم بيرفعه فوق على الجبل شوية عشان يحميه، وبيجي راجع بقاتل وبشيله بيرفعه شوية وبيجي راجع، لحد ما في النهاية لما الصحابة لحقوه وجوه لقوه وقع خلاص ما قادر يتحرك. ده يا اخواننا شغل زي ده أسعى لك الله احنا بنقدر نسويه. عشان كده اكلمك، اي زول لقيته بيطعن في الصحابة اعرف انه ده مخزول مجرم لا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة، ما فيه بركة ولا فيه خير، كله كله. لأنه ناس يا اخواننا قدموا زي ده، بذلوا هذا البذل العظيم من أجل حماية الدين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم. يجي زول الآلة تلقاهم عادي في التلفزيون، واحد تلقى فاتح قناة بتاع الشيعة ولا غيره، تلقى الشيعي بيتكلم ويسيب في الصحابة والناس بيحضروا، وتدخل القناة قاعدة في بيتكم أولادك يحضروا فيها، يسيبوا في ناس زي دين. عجيب والله، ده كلام عجيب. الصحابة لما اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم ما أصابهم وأصاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اتخيل معي في الوقت ذاك ربنا قال فأثابكم غما بغم. الغم الأول الهزيمة، الغم الثاني الخبر إنه النبي صلى الله عليه وسلم مات. لما رجعوا وتيقنوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يموت، ما مات موجود، فرحوا، والفرح بتاعهم ده عوضهم الحزن بتاع الهزيمة. فرحوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم موجود، خلاص مبسوطين جدا. مما وقع من المواقف العظيمة قبل ما نجي لختام المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم عرض السيف بتاعه، عرضه للصحابة، قال من يأخذ هذا بحقه؟ الزبير بن العوام دار ياخذه، منعه. دار ياخذه عمر بن الخطاب، منعه. علي بن أبي طالب، منعه. قال الراوي فجاء أبو دجانة. أبو دجانة صحابي من الأنصار، اسمه سماك ابن خرشة، ده اسمه. قال فأخذه أبو دجانة، قال وما حقه يا رسول الله؟ حق السيف ده شنو؟ قال أن تضرب به حتى ينحني، تضرب ضرب صح. الزبير بن العوام ود عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية عمته، قال فأخذت في نفسي، قال أنا ابن عمته، منعنيه، ما اداني السيف ده وأعطاه لأبي دجانة، قال والله لا أتبعنه الليلة، بس أشوف أبو دجانة ده بيعمل شو، بس بقيت متابعه. قال فأخرج أبو دجانة عصابة حمراء، كان عنده قطعة كده حمراء مرقة ربطها في وشه، قال فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. عارف إنه خطر، زول خطر بمعنى الكلمة، كويس، ربطها في وشه. قال وصار يتبختر، بقى بيتقدل وبيمشي متفاخرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأنه بتخوف الكفار، بقى بيتقدل بالسيف، كويس.
قال فصار يهتك الناس هتكا. زول عجيب ويستاهل ذات الدوسيف ده، والله يستاهلوا، والله ده زول راجل رجاله انت ما تتخيل ذاته. بقى شغال بيتف في النازل من طرف كويس. قال الزبير فكان من المشركين رجل ما وجد مسلما جريحا الا زفف عليه. زول شرس وخبيث، اي زول لقى جريح بتمه، واي زول قابله في القتال بكتله، زول شرس جدا. قال فصار احدهما يمشي نحو الاخر، بقى ابو دجانه ماشي عليه كويس، والكلب ذاك ماشي على ابو دجانه. الزبير بن العوام قال فدعوت الله ان يلتقيا، قلت ان شاء الله الكافر الفقري ده بس ان شاء الله يلاقيه ابو دجانه ده، لانه عارفه منجم. كعب برضه بيحكي في القصه، قال كنت من جرح، كعب بن مالك مجروح كويس، قال فخرجت من ناحيه القتلى مرق شويه كده ده طرف، قال فرايت كافرا ومسلما، قاصد ابو دجانه والكافر القاصد الزبير القبيل ذاك ماشيين على بعض. قال وإذ أعظم هيئة، ذو الجسيم وعدة وملان حديد، مدرع لابس فوق ودرع كويس، مدرع بيلبسوا طاقية من فوق لحد العاتق، وبيلبسوا الدرع، الدرع ده بكون من الكتف لتحت، مدرع مليان حديد. قال فالتقيا، قال فضربه الرجل، هو ما عرف دمه، قال فضربه بين سابغة الدرع والمغفر في الحتة دي هنا شفتها، قال حتى بلغ وركه ووقع نصفين. بالله شوف الرجالة دي، قبل على ابو دجانة، داك ضرب ابو دجانة في الاول صدى منه بالدرجة، سيفه مسك في الدرجة، بقى مثبته كده، ثبته بهنا، ضربوا ضربة واحدة من فوق لحد وركه تحت. قال وأقبل علي ونزع العصابة، قال كيف ترى يا كعب، أنا أبو دجانة، رأيك شنو؟ قال له في الشغل ده، دقة واحدة شقاوة النص. دي رجالة عجيبة بلا. شوف الصحابة دي يا إخوان، أنت شوف لو قريت قصص زي دي وتاريخ زي ده، أسعى لك الله تاني بتستحل إنه مش تتكلم في صحابي، تسمع زول ترضى بس زول قدامك يتكلم في صحابي ترضى؟ والله إلا ما فيك فايدة أنت تاني. ده الناس رجال، رجالة عجيبة جدا. أبو ديانة ده زول عجيب، وده شغله كده طوالي كويس. عشان كده واحد من مشايخنا قال أكان الله أداك ولد، قال بس سميه أبو ديانة. زول راجل رجالة منقطعة كويس، رضي الله عنه وأرضاه. في آخر المعركة وآخر ما حصل، جاء أبو سفيان بقى بيتندر، قال يوم بيوم بدر، يعني ده يومنا، ويوم بدر كان يومكم انتوا، يوم بيوم بدر وحنظلة بحنظلة والحرب سجال والأيام دول، مبسوط كده بيفتخر. قال أين محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبه خلوه. أين ابن أبي قحافة؟ قصدنا أبو بكر الصديق، لأنه ابن أبي قحافة جده أبو قحافة كويس، أو أبوه. قال أين ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. قال أين ابن الخطاب؟ قال لا تجيبوه. بعد ما قال ده فغضب عمر بن الخطاب وما تمالك نفسه، قال ها أنا ده، أنا يهودا قاعد، قال لي وهذا أبو بكر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أبقى الله إليك ما يخزيك كويس. ما تمالك نفسه، رد عليه. بعد ذاك حصل موقف عجيب يا أخوانا، قبل نحن مش قلنا ابن قمئة الكتل مصعب بن عمير مثلا للمشركين وقال لهم
قال لهم قتلت محمدا. فقام ابو سفيان ابن حرب كان مشرك الوقت ذاك، نادى عمر بن الخطاب قال له قل لي يا ابن الخطاب هل قتل محمد؟ لانه قال له الزول ده ابن قمي هذا قال لنا محمد مات، هل قتل محمد؟ قال له ان محمد لحي، محمد موجود حي عليه الصلاه والسلام، ما مات ولا اي حاجه. كويس؟ قال له ابو سفيان وده الشاهد في الكلمه دي، قال له صدقتك ولا انت عندي اصدق من ابن قمي او ابر. بالله شوف النازل، النازل عارفين انه الصحابه صادقين ما بكذبوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم صادق ما بكذب، واعترفوا بالكلام ده، لكن مع ده حميه الجاهليه والحسد اللي منعهم ومنع من منع من الاسلام. وان كان ابو سفيان بعد ذاك اسلم رضي الله عنه وارضاه. كويس؟ فبقى بكورك، قال اعلوا هبل. النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قال لهم لا تجيبوه، قال اعلوا هبل، قال اجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله اعلى واجل. شوف الصحابه بيتادبوا كيف، يعني قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال لهم جاوبوا قال لهم قول شنو. ده الدين كده يا اخوانا، الدين متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس الليله الملولين الدين تنظير، ويجي واحد داري ينظر براو ويجيبوا دين ينجروا من راسهم، ويجي زول جاب لنا اضاف في الدين زي ما هو داير. كويس؟ الصحابه قالوا ما نقول، قال قول الله اعلى واجل. قال يوم بيوم بدر. عمر بن الخطاب قال له كلا، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. ما واحد قال له انتوا اللي ماتوا منكم مشوا جهنم ونحن قتلانا في الجنه. حدثت اشياء عجيبه في يوم احد. واحد اسمه قتاده ابن النعمان رضي الله عنه، صحابي جليل، عينه اتقلعت بسهم وقعت على خده، فجل النبي عليه الصلاه والسلام، قال فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وردها في مكانها ومسح عليها، قال فعادت ابرق من الاولى، بتشوف اكثر من الاولى ذاتها. حتى لما جاء ولده بعد زمن في زمن عمر بن عبد العزيز، ولد قتاده بن النعمان، دخل على عمر بن عبد العزيز فقال من انت؟ قال انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى اجمل الرد. قال فردت بكف المصطفى اجمل الرد فعادت كما كانت واولى منها. قال فيا لنعم الخد ولا ويا لنعم اليد. كويس؟ عمر بن عبد العزيز رد عليه قال نعم المكارم، لا قعبان من لبن شيبت بماء ثم عادت بعد بولا او بعد من بولي. قال له نعم المكارم، دي المكرمه اللي بيفتخر بها زول، تقول انا ولد زول زي ده، ولد زول عينه مرقت، النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقت احسن من الاولى، قال له نعم المكارم. قال فاكرمه وجهزه واهدى له ورده الى داره، رجعوا لانه دوت صحابي يستاهل. طيب يا اخواننا، يوم احد حدثت فيه اشياء عجيبه. من اعظم الفوائد في هذا اليوم التمييز بين المؤمنين وبين المنافقين. تعرف الهزيمه احيانا، الهزيمه سبب من اسباب التمايز. لو كانت الانتصارات متواليه بس انتصار طوالي وزر ربحان، طوالي ربحانين والانتصار، المنافق ما بيتعرف، المنافق ما يتعرف الا في وقت الهزيمه. انت لما تكون منتصر وشوكتك قويه المنافق بيكون قاعد ما بيقول حاجه، ساكت ساي، لكن اول ما يضعف او ينضرب المسلم في الوقت ده بيظهر المنافق، بيمشي بغادر بيقف مع الكافر الذين يتربصون بكم. فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. من الميزات
إنه اتفصل بقى من يوم أحد المنافق معروف براو. أول ما جوا راجعين كويس الصحابة نظموا لك المنافقين دي النظام تماما، لأنه زمان كانوا مدسين سخل الظهر وإذا عرفوا، ودي يا أخوان ميزة مهمة من المهمات. ولخصت المعركة امرأة في كلمات، ثلاثة كلمات لخصت كل معركة أحد، وهي امرأة عمرو ابن الجموح اللي قلنا استشهد في هذه الغزوة كويس. لما جاءت هذه المرأة قالوا لها يوم أحد وكذا، نزلت من البعير بتاعها قالت لهم ثلاثة جمل. قالت: دفع الله عن نبيه، الله دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حول النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الملائكة جبريل وميكائيل بيدافعوا عنه. دفع الله عن النبي، حتى صفوان بن أمية قال إنهم اتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في قتله، قال ولكننا لا نبصره، ما بشوف لما يقرب ما بشوفه، قال فعلمنا أنه ممنوع، ممنوع منا ما بنقدر. فالصحابية دي قالت دفع الله عن نبيه، ربنا دافع عنه. اثنين، واتخذ من المؤمنين شهداء، لأنه يا أخوان الشهادة دي ينالوها كيف يعني؟ ما لابد من موت وقتل. واتخذ من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. دي ثلاثة جمل خلاصة معركة أحد، فيها فوائد عظيمة كتب عنها العلماء، ومن أجمل ما كتب أو من كتب الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في التفسير، في تفسير سورة آل عمران، كتب كتابة جميلة فيها فوائد عجيبة جدا وأشياء عظيمة ما يستوعبها الإنسان في محاضرة زي دي ولا محاضرات كثيرة، لكن نكتفي بهذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا كثيرا وبركة ومنفعة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.